عن موعدكم مشاهدينا مع ايت سمارت، واليوم معي رندا فهد، واليوم موضوعنا عن التريت ميل، ولكن مثل كل يوم تانيين بدها تجاوب على سؤال من اسئلتكم مشاهدينا. صباح الخير رندا. صباح النور. واكيد ستفاني. خبريتك لليوم على الاكيد اليوم المشاهدين رح يسمعوا ثلاث اشياء كثير براكتيكال وهن بتمرق معهم ونكون عم نجاوب عليهم. اكيد رح ذكر بانه فيكم تتابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد او فيسبوك بيج RDF، تحطوا لايك بتتابعوني، دايما ناطرة أسئلتكم. السؤال اللي انسألته هيدا الأسبوع وحبيته هو هل اللوز لازم ينقع قبل ما ناكله أما مش ضروري ينقع؟ اللي بدي جاوبه اليوم بدي أقول إنه نحن ليش بننقع اللوز؟ لعدة أشياء، في ناس بحبوا طعمته منقوع، أطيب، في ناس بحبوا حتى الملمسه وقت يكون منقوع، هيدي أكيد ساعتها بننقعه. هلا بيساعد كمان وقت نكون عم ننقعه إنه نكون عم نهضم شوي بطريقة أسرع وأحسن، أوكي. فللهضم في ساعد. وأخيرا اللوز في مادة اسمها الفايتيت اللي هن موجودين بقلب البقوليات، بقلب البذور الى اخره. الفايتيت ما بيخلوا الجسم يكون عم يمتص المعادن والفيتامينز بطريقه كامله، سو نحن وقت نكون عم ننقعه هي الفكره انه نقعته بتخلي الفايتيت يخفوا. بس انا عندي خبريه لكم، بالنقع بخفوا الفايتيت بنسبه 4-5% بس، مش كتير. فانتوا اذا عم تستعملوه لكرمال يكون صحي اكثر انا رح اقول لكم تقريبا هي ذات الخبريه. رندا بتفضلي بس ننقع اللوز نخليه بالبراد؟ اكيد، لانه بتعرف بيطلع ريحه، لانه وكل قد ايه لازم نغير المي؟ هلا هو كل شيء ما لازم يطول ستيفن، يعني حتى لو نقعتي هل انت رح تبقي اكثر من 3 ايام؟ رح يبقى اكثر من 3 ايام. خلينا ننقع لكين كميات صغيره ونكون عم نستعملها 100%. 100%. خبريتك؟ رح نروح لخبريتي، وخبريتي كمان الحديث عن السوبر فود. فاذا دائما بتسمعوا انه هيدا اكل، اما هيدي العشبه هيدول هن سوبر فود. بنسمع مثلا على الماتشا، بنسمع على الاساي بيري، بنسمع على الويت جراس، بتسمع على الزنجبيل، على البرز، كل الكيل هالتايتل سوبر فود. طيب شو يعني سوبر فود؟ وقت نحن نقرا العالم بتفكر انه الاكل المعجز اللي عرفته السحري، هل هو في اكل معين نقدر ناكلها هي بتصححنا اذا عندنا مرض؟ جواب اكيد لا. هل هي في اكل معين اذا اكلناها ما بنعود نمرض ابدا؟ اكيد لا. خبرية السوبر فود على فكرة هي كلمة طلعت بالحرب العالمية الأولى، كنت عم بقرأ في شركة معينة بتبيع كانت الفاكهة الفواكه، حطت اسم السوبر فود حتى تكون عم تبيع أكثر، لأنه العالم وقت يقرأ سوبر فود بيصيروا يفكروا فيتامينز أكثر، معادن أكثر إلى آخره. فإذا هون ما بدنا نحن خصوصا هلا بوجود السوشيال ميديا نروح لكلمة إنه إذا سوبر فود هيدا بدي أشتريه وهيدا صححني. بعدين في شغلة تانية، أكيد الأكلات اللي أنا ذكرتهم هن أكلات كتير صحية، يعني الكيل مثل ما قلنا صحي، الويت جراس صحية، كل الجينجر، الشيا سيد صحي، هول كلهم بجننوا، ولكن كمان تفاحة صحية وكمان العدس صحي. مزبوط. وكمان فإذا نحن لازم بالإجمال نكون عم ناكل كل شيء باعتدال، كل شيء وكل شيء بشكل مثل كأنه نحيطه كله سوا، ما نركز على أكلة وحدة، نكون عم ننوع بطريقة أكلنا. وما في كمان أنا إجي أكل شيء أقول عنه سوبر فود من ميل، ومن ميل تاني دخن مثلا، ما في بالانسون، أو من ميل تاني خليني بالأكل روح أكل أشياء مقلية. بالإجمال بس ستيفاني، بالإجمال العالم اللي بيأكلوا الأكلات اللي ذكرتها هن أشخاص بيهتموا بصحتهم، فهن بالإجمال بيكونوا عم يأكلوا الأكل صحي، فإذا رح يكون صحتهم هي أحسن، فليش لأ؟ بس ما ننغر بس اسم ونكون عم نلحقه، بدنا نعرف من شو مكونين هالأشياء وليش نحن بدنا إياهن اليوم. ليش أنا كشخص لازم ركز مثلا على بذر دوار الشمس رح يفيدني، بينما غيري يركز أكثر على الكيل، هل هو بحاجة يركز أكثر عليه؟ فبدنا نعرف نحن ليش مركزين على بدنا ناكل من كل شيء باعتدال. مزبوط. وإذا عندنا شيء معين بجسمنا مثلا أنا ناقصني فيتامين إي، رح آكل بذر مش رح آكل كيل. اوكي، انا بدي فيتامين اي، لازم نعرف شو لازم ناكل. اكزاكتلي، حسب نحن شو حاجه جسمنا الاكثر من غيره. كثير منيح. تنرجع لموضوعنا تريت ميل.
هين موضوعنا شو السهل السهل الممتنع. طيب شو التريت ميل اللي انا دائما بقول لكم ما بقى بدي اسمع كلمه تشيت ميل سميناها هلا الاشخاص وكلمه تخبيص مزبوط 100% سو الاشخاص اللي هن ماشيين برجيم دائما نحن ماشيين برجيم نحن منا روبوتس يعني بالنتيجه رح نستحلي اشياء من ميله بدنا ناكلها من ميله ثانيه نحن اشخاص رح نجوع يعني ما في انا اجي حط له بروجرام لجسمي انه انت هالقد بس رح تاكل على كل السنه وما رح تجوع ابدا وما رح تشتهي شيء ما تفكروا هالشيء بيصير ما مش ممكن مش ممكن فاذا مشان هيك نحن بحاجه لرجيمنا نحن وعم نعمل رجيم نكون عم نحط شيء اللي هو اسمه التريت ميل هلا تريت ميل شو يعني تريت ميل في الشخص اذا منظم حاله هو واخصائية التغذيه كمان فيهم ينظموها هالتريت ميل بدها تكون وقعه يمكن تكون مره بالاسبوع وهيدي الوقعه يمكن يقرروا انه بدها تكون كبيره فإذا أنا اليوم لنقول إذا باكل صحن صغير من الطبخ يمكن أنا في ناس بيقولوا لي تريت ميل بناها فاصوليا بتتفاجئوا بس في أشخاص بحبوا الفاصوليا ساعتها بقول لهم بتحطوا صحنكم الفاصوليا يمكن دبل على اللي أنتم عم تاكلوه بالعادة خلصت بدل ترويقتنا عادية السناك تبعنا عشانا أشخاص تانيين بيجي عبالهم أكل معين يعني بيتزا مثلا مثلا البيتزا ترافل بيتزا أو هامبرجر مع الفرنش فرايز مش غلط المهم نحن وقت ناكل تشيت ميل ما نحس حالنا عاملين غلط أنا اليوم استحليته بدي استحليه أما أنا عارفة حالي جاي عبالي بعد يومين إني أكل البرجر مع الفرنش فرايز على الأكيد بروح وباكل البرجر مع الفرنش فرايز نهاري كيف بيكمل عادي أنا رح أتروق يمكن تغديت البرجر مع فرنش فرايز بعدين بدي أتسمى على جسمي قدي جوعان عشية جوعان إذا مش جوعانين ما بنتعشى مثلا أو بناكل سلاد أو شيء exactly. إذا جوعان برجع بلف هالساندويتش اللي أنا عم لفه فإذا هيدي تريت ميل بتريت ميل سوري لكن مثل ما عرفنا وانتبهنا أول شيء هي ضرورة لنفسيتنا ما مزبوط. تحس حالها محرومة هي ضرورة تاني شغلة حتى جسمنا كمان يعلي الميتابوليزم عنده مثل كأنه بفسلكم إياها بسهولة نحن نذكر جسمنا انتبه أنا بدي أعطيك أكل ما توطي قديش أنت عم تحرق بدك ترجع تحرق فأعطيتي إياها اللبتين هون بيشتغل هيدا الهرمون اللي بخليه كمان بيساعد على مدة 24 ساعة بيصير يحرق الجسم شوي أكتر فإذا هي ضرورة ضرورة نفسية وضرورة للجسد هلأ من ناحية تانية نحن قلنا وقت أنا قررت بدي أكل بيتزا قررت بدي أكل برجر والفرنش فرايز قررت بدي أكل لازانيا أو صحن الفاصوليا الكبير شو يعني قررت يعني أنا عم بعمل بلان يعني okay. أنا عم خطط شو بدي أكل سو بليز بليز وقتها تروحوا تاكلوا تريت ميل لازم تكونوا مخططين له لأنه شو بيصير مع اللي بيعملوا دايت ستيفاني فجأة بقرروا بيوم نهار ما بدي أعمل في دايت قاعدة بالبيت بياكلوا 5000 كالوري حيلا شيء يا ريت بالشيء اللي بحبوه انا هون اللي بيقولوا بدنا ناكل اللي بنحبه فبصيروا بيطلعوا انا كل نهار اكلت ما اكلت شيء بحبه بعدين بصير عندنا الجلت فيلينج بليز بليز هيدا الشعور بالذنب بدنا نشيله ابشع شيء اكزاكتلي انا لو ما جسمي طلب ونفسيتي ما كنت اكلتها يعني لو ما كان في حاجه ما كنت اكلت هالقد فإذا يعني بتقول ارحموا حالكم يعني هيدا شيء شرعي حقكم بس إذا كنتوا أنتم مخططين له رح تاكلوه طيب ورح تكونوا تنبسطوا فيه وترجعوا تكملوا برجيمكم هلا كمان عندي أشخاص بيقولوا لي ننصح رندا بس ناكل هالكونتيتي مثلا بيتزا كاملة أو شيء إذا عملناها مرة بالنهار بالجمعة. بطريقة نحن مخططين لها ووقتا نشبع نوقف بالعكس هلا كنا عم نقول ميتابوليزم بيرجع بيشتغل اللي بيصير معنا ستيفاني مع اللي بيعملوا رجيم هو تشيت بيصيروا يسموها تشيت هي لازم تكون تريت اولا فنفسيا عم تشتغل نفسيه غلط مزبوط ثانيا بدل ما تكون واقعه بتصير نهار كامل ما زال انا اكلت هيك شيء هات لروح اكل لوح الشوكولا وما زال اكلت شوكولا هات لقعد اكل كيس خبص اليوم بكره برجع رجيم اكزاكتلي ما بكونهم بيزيدوا فصارت الفكره انه مش انت بدك تحطها بضمن رجيمك هيدي الخبريه
عرفتي؟ فإذا هون ما بدها تكون نهار كامل، وبعدين في عنا أشخاص هالنهار بصير يومين، بصير جمعة، بصير شهر، طلعنا من كل ثلاثة كيلو بيرجعوا كله رجعنا من أول وجديد، نحرم حالنا. وعندي أشخاص اللي هن بياكلوا كثير مزبوط، وخصوصا اذا عم يعملوا رجيم لانقاذ وزنهم بخمس ايام، سبت احد ما بعرف شو بياخذوا، ما بعرف يعني، حتى هن ما بيقولوا، بيرجع بيجي الشخص بيقول ما انا ما عم بضعف ماشي كثير مزبوط، لكن حتى هون اتس اميل نبلشها بمره بالاسبوع بهالطريقه يمكن منحافظ على الوزن بس مش منخسر، يمكن نزيد بالوزن اذا اكلنا كثير غلط كمان. فهو بس بنهار او بنهارين معقول نزيد كيلو كيلو ونص رندا؟ إذا أنت ضعفت، إذا بخمس أيام عاملة رجيم ضعفت فيهم نص كيلو، فيك تردي وتردي نص كيلو تاني بيومين تخبيص، فإذا مزبوط يعني أوكي. بتردي يعني أوكي. أنا يعني بعرف أشخاص يمكن بيشربوا ست كاسات كحول أوكي. بياخدوا دي مع الكحول بياخدوا المكسرات بلا ما يحسبوا مع هالاشياء، عندي كمان بياكلوا الحلو الكثير، عندي شباب بيقولوا لي رحنا اكلنا ست ساندويتشز، يعني في عندي ارقام بسمعها هي منا ارقام جسم، يعني دائما سؤالي طب اكلتهم ست، ما عندي مشكله، هل ضايقوك؟ ايه ضايقت كثير، انا عم باكل كنت عم بتضايق، طب ايه الواحد اوقات ما بيعمل كنترول وبصير معه بوليمي يعني او بنج ايتينج. هون صار بنج ايتينج، صار عندنا ايتينج ديس اوردر، فاذا هون شو بدنا نعمل؟ وي نيد تو بلان، بدنا نخطط له، وما بدي اروح جوعانه على هيدي الميل. اوقات الواحد ما بيسيطر على هالشيء رندا 100%، 100%. شو لازم نعمل؟ سو هون ساعتها ما بتكون تريت ميل ستيفاني، لانه التريت ميل اللي عم بحكي عنها هي ميل انا مقررت لها اوكي ومقررتها قبل بوقت وانا جاي على بالي اكلها بهالمحل، اما المام طبخت ليها، اما التيتا طبخت لي اياها، ما رايحه عند فلان شخص هو اللي يعني في بلان لهالاكله، سو نحن وانس وي بلانت بنروح بناكلها بناكلها مرتبه. بعد شغله بدي احكي عنها ودائما منبه الكلاينتس اللي بيجوا لعندي، بدي تنتبهوا كثير من الفرايتي كمان. اذا انا قاعد عندي بوفيه وهالبوفيه فيها شيء سبع اكلات وانا حطيت من هالاكله ومن هاي ومن هاي، كمان صار عندي ضغط، صار في عندي تخبيص، هون صار عندي مش منيح للمعده، ما بقى في هضم مزبوط. هالشيء ضايقني، ليكون عم برتاح يمكن اكل شيء ثاني، ثاني يوم كمان بيكون جسم ملعبش، لا منه هيدا المطلوب. وفي شغله ثانيه لما نكون بريستوران وناطرين الاكل ليوصل، مثل نهار احد اوقات بيصير في تاخير مصبوط. الخبز والزيتون الواحد يعني تقريبا بيشبع قبل ما ياكل لا ارجع للموضوع اكزاكتلي ما بتروحي جوعانه، يعني قبل الميل هيدي ما بدي تروحي جوعانه، يعني ساعتها نهار الاحد عارفه انه رح يتاخر الاكل لساعه 3 بتروق الساعه 11 اوكي، فهولي تبس صغار حتى تكون تريت ميل مرتبه وتضاعفنا مش تنصحنا. Thank you رندا. Have a nice day. منشوفك بكرة إن الله راد. مشاهدينا واقفة منتابع العيب.